اوكي، السلام عليكم. اليوم حنحكي عن التجربة الأخيرة للتجربة رقم 8 اللي هي الـ DHCP. الـ DHCP اللي هو Dynamic Host Configuration Protocol، Dynamic Host Configuration Protocol. هلا زي ما بتعرفوا احنا بالنتوركس، لما اي جهاز بيشبك على النتورك، سواء موبايل سواء لابتوب سواء بي سي سواء سيرفر سواء ثلاجة غسالة، اي جهاز بيشبك على النت راح يحتاج لـ IP address. هذا الاي بي ادرس مشان اعطيه، طبعا في حكينا عن انواعه بابليك وبرايفت، لكن بالاخر هما برايفت، بس في النهايه بحتاج اي بي ادرس حتى لو كان برايفت اي بي. طيب الجهاز بده اي بي ادرس، كيف بدي اعطيه؟ في عندي طريقتين لاعطي الجهاز اي جهاز اي بي ادرس، يا اما دايناميك يا اما ستاتيك. هلا دايناميك وزي ما تعلمنا دائما في كل علم النتورك، وفي عندي ستاتيك. ستاتيك زي حتى مثلا فكره الستاتيك راوت، انك تيجي انت كنت تحط الكوماندز تبع الراوتينج، هو نفس الشيء الستاتيك اي بي بدك تيجي على الجهاز تعطيه اي بي ادرس. هلا دائما لما بدي اعطيه اي بي ادرس لازم يكون من ضمن نفس اللان اللي انا فيها، لانه عشان ابدا اتعامل مع الاجهزه اللي جوا اللان وبدون ما احتاج لراوتر مشان اتواصل معه. فدائما لما ابدا اجي اعطيه اي بي ادرس لجهازي، افرض اني بدي اشبك موبايل جوا شبكه الجامعه، بدي اعرف الاي بي رينج تبع الجامعه، مش صعب اني اعرفه، فلنفرض اني عرفته، بدي احط اي بي لجهازي، بدي اعطيه انا بدي احط بايدي كوماند او بدي احط سيتنجز، او في عندي انترفيس بخليني احط الاي بي ادرس، لازم يكون من نفس اللان. طيب اجيت حطيت اي بي، اول مشكله بالستاتيك انك بدك تعرف الرينج للاي بي اللان اللي انت فيها، بعدين بعد ما تعرف الرينج بدك تحط الاي بي. هذا الصعوبه الثانيه هون، بتعرف اي ادرسنج انكلودينج الاي بي ادرس لازم يكون يونيك، يعني ما فيش عندي جهازين ماخذين نفس الاي بي، على الاقل within the LAN، لانه نحكي عن برايفت اي بي. ف within the same LAN انا بديش يكون عندي جهازين نفس الاي بي، فشو بدي اسوي؟ افرض اني انا بشتغل على كلاس سي ادرس بعطيني 254 اي بي، وانا في عندي بلشت احط اجهزه كلياتهم بدي احطهم ستاتيك، انا حاب هيك اللان تبعتي، اعطيهم ستاتيك اي بيز مشان ما يضلوش يتغيروا، دايناميك ممكن يتغير. فجيت على الجهاز الاول حطيت الاي بي، الثاني الثالث الرابع. هلا بعد شوي انا راح اصير انسى، خاصه اذا في اجهزه بتدخل وبتطلع وما فيش عندك نوع من المانجمنت على الاي بيز، بدك لما تعطي اي بي يكون يونيك. فشو كيف الجهاز بيضمن انه الاي بي يونيك؟ اول ما بتحط الاي بي بالعاده الجهاز بيبعت مسج برودكاست جوا اللان، بيقول انا بدي اخذ الاي بي هذا، في حدا عنده هذا الاي بي؟ اذا في حدا ماخذ الاي بي على طول برد لي بيقول لي بليز دونت تيك ات، ذاتس ماي اي بي. فبيطلع لي بوب اب هيك بيقول لي اي بي كونفليكت، بيقول لي انه هذا الاي بي في حدا ماخذه، هذا معنى الاي بي كونفليكت. هلا كيف بيعرف الجهاز انه في اي بي كونفليكت؟ اول ما بتحط له اي بي ببعث برودكاست، اذا واحد ماخذ الاي بي بيرد عليك بيقول لك انا ماخذ الاي بي، فبيطلع لك بوب اب بيقول لك انه كونفليكت. اذا الصعوبه الثانيه هون انك بدكش يكون في عندك اي بي كونفليكت، طيب ماشي هو بيحكي لي قاعد ما فيش مشكله. لاحظ اول مره اذا كان عندك زي ما حكيت 254 اي بي بتحط الجهاز الاول سهل، فيش كونفليكت اكيد، الثاني الثالث الرابع احتماليه الاي بي قاعده بتزيد، احتماليه الكونفليكت بتزيد 100 200، بعد ما تكون وزعت 200 220 230 اي بي بتصير كل ما تيجي تحط اي بي كونفليكت كونفليكت كونفليكت، يعني بضلك تجرب، خاصه اذا انك انت مش منظم، مش كاتب على ورقه الاي بيز اللي ماخذها، او ناسي الورقه في البيت او في مكتبك وقاعدك تحط لك اي بي وبتصير تجرب من هون ومن هون، فبضلك تطلع لك كونفليكت كونفليكت كونفليكت. في لحظه من اللحظات طلع فيش كونفليكت، بتكيف بتقول اوكي انحلت مشكلتي الان خذ هذا الاي بي. هلا المشكله انه الكونفليكت متى كان يجيك؟ اذا واحد ماخذ نفس الاي بي. طب اذا اللي ماخذ هذا الاي بي كان داون، كان مسكر الجهاز، لما اجي اشتغل الاي بي وانت اخذت نفس الاي بي صار في عندي كونفليكت اجين، فهي مشكله ثانيه بالكونفليكت اي بي. اذا هاي المشكله الاولى انك بتعرف الرينج، المشكله الثانيه بالاي بي كونفليكت، عشان تحط الاي بي راح تضلك تعيد اجين اند اجين. المشكلة الثالثة انت لما بتيجي تشبك بأي لان انت في معلومات بتحتاجها، زي ايش؟ زي الجيت واي، لازم يكون عندك جيت واي مشان تقدر تتعامل تطلع برا النت، الجيت واي هو اللي بيطلعك برا النت. تحتاج تعرف الدي ان اس اللوكال دي ان اس، لانه ما بصير تطلع الدي ان اس ريكوست مباشرة للدي ان اس سيرفر، لازم تروح للوكال دي ان اس ضمن نفس اللان. بتحتاج للدي اتش سي بي، بتحتاج ل جيت واي دي ان اس، بتحتاج تعرف الرينج للاي بي والسبنت ماسك اللي انت فيه. فهاي الاشياء كلها بدي احطها على الجهاز، يعني بس احط اذا بدي احط ستات بدي احط اي بي وجيت واي ودي ان اس واحيانا الالترناتيف دي ان اس، فبدك تحط معظم كل المعلومات.
طيب هذا في، طب مش مشكله بحطها مره واحده وذاتس ات. لا المشكله انك انت قعدت اليوم على موبايلك في الجامعه بدك تحط هاي المعلومات حسب شبكه الجامعه، الان رجعت على بيتك بدك تحط حسب بيتك، طلعت عند صاحبك بدك تحطها حسب صاحبك، طلعت على مول ولا على كوفي شوب ولا ويفر بدك تحطها حسب المكان اللي انت فيه، لانه الرينج للاي بيز بيختلف من مكان لمكان. فبتصفي الحياه كثير مزعجه مع مع النتورك، بتصفي انا كل هاي السيتنجز بدي احطها كل ما انتقل من مكان لمكان وشويه كونفليكت اي بيز، والله بدي اعرف الرينج، هذا الحكي كله مزعج. هلا في كمان مشكله اكبر انك انت شوي فاميليار، احنا كان مهندسي امس تحاسب فاميليار مع الاي بي والى اخره. تخيل لو بدي احكي هاي المعلومات للناس، اصير كل ما يجي ابوي ولا اخوي بدك يخليه يشبك على الشبكه تبعته اقول له يلا حط الاي بي، مش بس تعطيني الباسورد تبع الواي فاي، تقول له حط الاي بي، حط الجيت واي، حط الدي ان اس، ببطل حدا يستخدم النت. فالحل اني ما استخدم الستاتيك، الحل اني استخدم الدايناميك. استخدم الدايناميك بمعنى انه الجهاز باخذ اي بي وباخذ كل هاي المعلومات من ضمن اللان اللي هو فيها، اول ما بتشبك جهازك في هاي اللان باخذ اي بي من هذا الرينج، اكيد ما فيش كونفليكت، اكيد ما حدش ماخذه، وبعطيك كل المعلومات اللي بدك اياها وبتصير جزء من هاي اللان. إذا الحل هو الدايناميك، لكن مشكلة الدايناميك إنه هذا الآي بي اللي بتاخده ما بضل إلك على طول، بضل يتغير. فبعض الأحيان أنت بدك ستاتيك زي مين، راوتر، برينتر، بدكش تضل تغير الآي بي كثير. فبعض الحالات بتستخدم ستاتيك لما تحتاجه، لكن بالغالب كل الأجهزة والكلاينتس بيكونوا إيش دايناميك. فهي فكرة إنه دايناميك آي بي وستاتيك آي بي. ستاتيك أنا بدي أحطه بإيدي وفي له مشاكل كثير، الدايناميك هو لحاله بياخذ اي بي وبياخذ كل المعلومات اللي بحتاجها من نفس اللاين اللي هو فيها مجرد ما تشبك جهازك. هاي اللي هي دايناميك باستخدام الدي اتش سي، دايناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول. هلا زي ما حكينا كل واحد له مشاكل، لكن الدايناميك ماتش مور افيشنت، وهذا اللي خلانا نستخدم الانترنت والنتورك بشكل كبير. طب اذا دايناميك، اذا هل احنا فعليا لا الدايناميك الستاتيك مش حنتعامل معه بهذا، لا احنا نتعامل مع الدايناميك، كيف اعطي الاي بي دايناميك؟ الدايناميك بمعنى انا اول ما بشبك جهازي باخذ كل هاي المعلومات دايناميكلي لحاله بتعلمها. طب مين اللي بيعطي هاي المعلومات؟ اللي بيعطيهم شيء اسمه دي اتش سي بي سيرفر. في عندي دي اتش سي بي سيرفر بيكون جوا اللان تبعتي، هو اللي بوزع هاي الاي بي ادريسز، وهو اللي بوزع كمان المعلومات اللي بتحتاجها مش بس الاي بي ادريس. فبيكون في عنده بول of IP address، بيكون عنده مثلا باجي بقول له وزع من البول اللي هي 192 168 1 0 وزع لي منها IP addresses، فبوزع بصير هو وزع IP. طيب انا اوكي اخذت هاي المعلومات منه، بس انا ستيل انا ما يعني انا ستيل محتاج اعرفه وينه، وين الدي اتش سي بي سيرفر بده يعطيني هاي المعلومات؟ هل انا مضطر لما ادخل على اي شبكه اخذ كمان الاي بي تبع الدي اتش سي بي مشان اعرف احكي معه؟ لا. هلا بشكل عام اي ليرنينج جوا اللان بصير من خلال البرودكاست، اي شيء بدك تتعلمه في اللان بصير من خلال البرودكاست، زي ما تعلمنا بالاي ار بي، اي ار بي ريكوست ببعثه للكل بعدين بيجي ريسبونس عشان يتعلم الماك، فعليا نفس الشيء هون بدي اتعلمه من خلال البرودكاست. فشو بيساوي الكلاينت اللي بده اي بي ادرس اول ما بيشبك باي شبكه؟ ببعث دي اتش سي بي ديسكفر، ببعثها برودكاست مشان الكل يسمعها، مشان اللي عنده دي اتش سي بي سيرفر يرد علي ويعطيني المعلومات المطلوبه. السيرفر شو بيرد عليه؟ برد عليه دي اتش سي بي اوفر، بقول له انا دي اتش سي بي سيرفر وبامكاني اعطيك اي بي ادريسز. هلا هو بعد ما هيك عرف وين في دي اتش سي بي سيرفر، بعد هيك بقول له بليز اعطيني اي بي، فببعث له دي اتش سي بي ريكوست. الدي اتش سي بي سيرفر شو بيرد عليه؟ بقول له دي اتش سي بي acknowledgement، بقول له هاي اوكي انا بعطيك اي بي، هاي الاي بي وهي كل المعلومات اللي بتحتاجها مشان تكون جزء من هاي اللام. بعد هاي الخطوه صار الكلاينت هاز اي بي اند نيدد انفورميشن. بعد اخر خطوه صار الجهاز عنده اي بي، عنده كل النيدد انفورميشن اللي بيحتاجها مشان يكون جزء من هاي اللام وامكانه يتواصل مع، بكون عنده اي بي صار جزء من هاي اللان وكانوا يرسل ويستقبل جوا هاي اللان. لاحظ هاي هي اربع مسجز من خلالهم تعرف وين الدي اتش سي بي سيرفر وبتاخذ اي بي كمان والمعلومات كلها اللي بدك اياها. وكل هاي الاربع مسجز بيكونوا برودكاستد،
كلهم. طب I can understand إنه DHCP Discover تكون عند Broadcaster لأني أنا ما بعرف وين، فببعث للكل بقول وين في DHCP Server. هلا ليش هذا DHCP Server بده يبعث لي أوفر ويكون الأوفر Broadcaster؟ ليش؟ لأنه لساتني أنا ما عندي IP، ما عنديش آدرس، ما في طريق يقول لي أنت خذ هذا الأوفر. لا، هو بعث للكل DHCP Offer لأنه لساته كClient ما عنديش آدرس. والشغلة الثانية إنه إذا كان في عندي multiple DHCP servers بدي كلهم يسمعوا، بدي كلياتهم يسمعوا إني I am offering a service لهذا الكلاينت. فهاي DHCP offer بتكون broadcasted. هلا DHCP request ليش broadcasted؟ كمان مرة مشان إذا في multiple DHCP servers كلهم يسمعوا إني أنا بدي من هذا DHCP server service، بدي منه IP مش من حدا ثاني. فكمان عشان يسمعوا ومشان يخزنوا عندهم انه في واحد قاعد بيقدم الخدمه. اخر شيء الاكنولجمنت، كمان مشان كل الدي اتش سي بي سيرفرز يعرفوا انه هذا الاي بي الان انحجز، اذا كانت البول وكان فيها اي بي هذا الاي بي بطل موجود within this pool within this pool. بهاي الاربع مسجز والاكسشينج لها صار هذا الجهاز عنده اي بي ادرس وصار في عنده صار جزء من هاي اللان وعنده كل المعلومات اللي بيحتاجها. تمام. هلا هدول اول تو مسجز هدول اوبشنال وهدول مانداتوري. ليش اول ثنتين اوبشنال؟ باول تو مسجز انا ككلاينت صرت بعرف وين الدي اتش سي بي سيرفر، صار عندي معلومه انه الدي اتش سي بي سيرفر هيو هاي الادرس تبعه. لكن بهدول انا اخذت الاي بي، اذا هدول عرفت الدي اتش سي بي وهدول عرفت الاي بي. طب ليش اوبشنال هدول؟ لانك اذا انت مسبقا ماخذ بتعرف وين الدي اتش سي بي، عندك هاي المعلومه يعني شابك على اللان وعاودت شبكت عليها بعد ساعه مثلا او فصلت الجهاز طفيته وحبيت تاخذ اي بي جديد، مش محتاج تبعت هذول، بس تحتاج تاخذ اي بي لانك بتعرف وين الدي اتش سي بي سر. فهذول اوبشنال، هذول بس مشان تعرف الدي اتش سي بي، اذا بتعرف ايش جاي تبعث بضلك تبعت هذول الثنتين هو دي اتش سي بي ريكوست ودي اتش سي بي اكنولج. تمام. هلا كمان هذا لما بيعطيني الدي اتش سي بيعطيني اي بي ادرس، الاي بي اللي انا باخذه ما باخذه فور انليميتد تايم، باخذه فور تايم ليميت بسموها الليس بيريود. ليس بيريود، هلا هاي الليس بيريود انا باخذت الاي بي لمده الليس بيريود. هلا انا بحاول اني احافظ على نفس الاي بي ما يضل يتغير، مش شيء كويس انه يضل يتغير. فشو بساوي انا ككلاينت مشان احاول احافظ على نفس الاي بي؟ بحاول بعد فتره قبل ما يخلص الليس بيريود بحاول اطلب نفس الاي بي من مين؟ من الدي اتش سي بي سيرفر، ببعث له ريكوست واكنج بقول له بدي هذا الاي بي يضل عندي. هلا اذا الدي اتش سي بي سيرفر مش بحاجه هذا الاي بي بيقول لي اوكي رينيو للليس، بقول لي دي اتش سي بي اكنجمنت رينيو للليس، يعني انه ضل الاي بي عندك لك خليه كمان مده ليس بيريود اجين. اذا الدي اتش سي بي سيرفر احتاجه بعاود بعمل له بياخذه مني ممكن يعطيني اي بي مختلف اذا في امكانيه. نهاية الفكرة إن أنا إذا بدي IP بدي أعمل خطوات هاي الأربعة. إذا بعرف أن DHCP server مش محتاج هذول، إذا بدي أعمل renew لل IP فأكيد بعرف DHCP server، بس بعمل آخر two messages اللي هم DHCP request وال DHCP acknowledge. بهاي الأربع خطوات again أنا صار عندي IP وصار عندي كل المعلومات اللي بحتاجها مشان أشبك على إلا، وكلها عبارة عن broadcast messages من خلالها بصير أعرف وين أو بصير أعرف ال IP تبعي. طيب هذا بالنسبة لل DHCP. بس شوية additional information على DHCP. هلا أول إشي وين لازم أكون DHCP؟ افرض إنه هاي لان في عندي راوتر، وين لازم أحط DHCP server؟ وين لازم يكون عندي DHCP server؟ وين هاي اللان تبعتي؟ طبعا الدي اتش سي بي لازم يكون جزء من هاي اللان، يعني يا اما بيكون جوا اللان يا اما اتليست عند الراوتر على الراوتر، فممكن احطه هون على الراوتر او احطه جوا اللان. لازم يكون جوا اللان او within my LAN حتى لو كان على الراوتر ما في مشكله. طب ليش ما ينفعش يكون برا الراوتر؟ يعني يكون باذر لان، ليش ما يكون هون مثلا؟ اذا كان هون شو اللي حيصير؟ اذا كان برا اللان انا كيف بلاقيه اصلا؟ ببعث برودكاست. هلا الراوتر من ميزاته انه بيعمل كت للبرودكاستد داتا، فانا عملت برودكاست هذا الراوتر ما بيطلعش البرودكاست، فبقدرش اذا كان دي اتش سي بي هون مش حيسمع المسجز تبعتي. فلازم يكون الدي اتش سي بي
جوا اللان. طب اذا حبيت احطه احط دي اتش سي في واحد مثلا لسيفرال لانز لهاي اللان ولهاي اللان، بديش اعمل كوست عالي خاصه مثلا زي الجامعه الاردنيه قسمينها مثلا، حتى احنا يكون عندنا عده راوترز لكن بدي 1 دي اتش سي في حسب اني. فبدي احطه باذر لان. فهلا هون اذا حطيته باذر لان هذا الراوتر لازم يشتغل كالتالي كدي اتش سي بي ريلي. شو يعني دي اتش سي بي ريلي؟ يعني انا بدي اجي على هذا الراوتر، اذا حطيت هذا الدي اتش سي بي باذر لان لازم اجي على هذا الراوتر اخليه يشتغل كدي اتش سي بي ريلي ايجنت. شو بدي اساوي؟ شو بدي احكي له؟ بدي اقول له انه الاي بي ادرس اوف الدي اتش سي بي ايكوال الاي بي تبع هذا الراوتر تبع هذا الدي اتش سي بي. فانا لازم اذا حطيته برا اللان بدي اجي على هذا الراوتر واعمل عليه ستاتيك سيتنجز، اقول له الاي بي ادرس للدي اتش سي بي هالقد، اعطيه الاي بي ادرس. ساعتها شو بيساوي؟ اي واحد من هون بده ياخذ اي بي بيعمل برودكاست، لما بتوصل للراوتر الراوتر ما بيعمل برودكاست، هو بيعرف وين الدي اتش سي بي فبودي له الريكوست دايركتلي 1 تو 1 بودي له الريكوست، فبصير يطلع بصير حتى لو انه بقدر لان بيوصله الريكوست. هذا بالنسبه اذا كان وين يكون الدي اتش سي بي، جوا ولا برا اللان. طيب اخر شغله، هلا انا في عندي بدي اعمل كونفيجريشن للدي اتش سي بي، ايش الاشياء اللي انا بدي اعملها بالعاده؟ بالعاده ايش الاشياء اللي ممكن اعملها؟ بدي احدد البول اوف اي بي ادريسز، اقول انت وزع اي بيز من هاي البول من هذا الرينج. بدي احدد انه بعض الاي بي ادريس ستاتيك، ما ريزيرف، مش ستاتيك ريزيرف، مشان ما يوزع منهم، وزع من هاي البول بس هذولا ريزيرف لاني بدي اعطيهم لراوتر لبرنتر لو تيفر. ايش كمان ممكن اخلي يساوي الدي اتش سي؟ الليس بيريود، لما يعطيك اي بي قديش يعطيك اياه؟ كم من يوم؟ بالعاده ممكن يكون 8 ايام او وات ايفر. فان الليس بيريود قديش يقعد؟ الانفورميشن ايش بدك اياه يوزع؟ يوزع مع الاي بي السبنت ماسك، يوزع الجيت واي، يوزع الدي ان اس، ايش المعلومات بدك اياها يوزع؟ فهي فعليا الاشياء اللي انت ممكن تسويها على الدي اتش سي بي. فبفضل الدي اتش سي بي صرت انت تشبك باي شبكه، تاخذ اي بي وتاخذ كل المعلومات اللي بتلزمك وبتصير بارت اوف ذات نتورك. بطلت تحتاج والله كل ما تروح على مكان تيجي تغير الاي بي وتغير كل المعلومات اللي بدك تحتاجها مشان تشبك على النتورك اللي تشبك عليه. والعملية بسيطة وسهلة، تحتاج تساوي بس خطوات، تفعل دي اتش سي بي، تضيف عليه البول وتوزع منها مين بعض الاي بيز اللي هم الريزيرف، قديش الليس بيريود، الانفورميشن اللي لازم توزعها، and that's it.